عن أبي عبد الله عليه السلام، قال سألته عن الأرض على أي شيء هي؟ هي مهمة جدا. قال هي على الحوت، على حوت. قال فالحوت على ما أي شيء هو؟ قال على الماء. شوف سبحان الله مكمل. قال فالماء على أي شيء هو؟ قال على صخرة. قلت فعلى أي شيء الصخرة على؟ قال على قر ثور أملس. قال فعلى أي شيء الثور؟ قال على الثرى. فقال فعلى أي شيء الثرى؟ فقال هيهات. عند ذلك ضل علم العلماء وفعل رواية صحيح التساد مذكورة في كتاب الكافي وهو من كتبنا الروائية. الآن هاي الرواية تتعارض مع الحقائق العلمية. أملس سهم أملس ليش؟ ما بيشعر، ما أدري شنو الحكمة يعني. المشكلة وين تقع في هاي الروايات؟ الآن يجي ابنك من المدرسة يقول لك بابا الأرض على صحيح على قرن ثور، شو تقول له؟ هو يشوفها بالتلفزيون تسبح بالفضاء. معقول الإمام الصادق المعصوم يقول أن الأرض على قرن ثور؟ زين هذا شلون تفهمه؟ أنت شو تجاوب هاي رواية قرن الثور؟ فنحن إذا جبنا المفهوم القديم باستنباط العلوم الحديثة نلاقي إنه هي فعلا موجودة على قرن الثور. بس شو هو قرن الثور هذا؟ قرن الثور هذا أيها الأحبة، نحن في الكون بالوسط في البلاك هول، الثقب الأسود، في إلها قرون ثور على أطرافها. قرون الثور شو يعني؟ هي مجموعة الكواكب والبروج، الكونستليشن، مجموعة الكواكب التي تصب في الثقب الأسود. إذا شفنا شكلها، شفنا الشكل الكوني لها، نراها كثور، كشكل قرن ثور، وهذا موجود في عين حوت. إذا كبرنا طلعنا لفوق، فوق الكون موجود في عين الحوت اللي قلت لكم عنها. هذه العين اللي هي شو شكلها؟ شكل حوت، شكلها شكل عين يمثل بها الحسن والحسين سلام الله عليه، اللي هي مشتركة ما بين الإمام علي والإمام والنبي محمد صلى الله عليه وآله. قال سألته، أبان يسأل الصادق، سألته عن الأرض على أي شيء هي؟ هاي الكرة الأرضية على شنو قاعدة؟ على أي شيء هي؟ قال عليه السلام هي على الحوت. الأرض ما تبين مو بالفضاء تسبح، القرآن يقول لا، وإنما على الحوت، قاعدة على الحوت، هي على الحوت. قلت أبان يكمل يسأل، فالحوت على أي شيء هو؟ زين الحوت وين؟ على أي شيء هو الحوت؟ وأكرر هاي الرواية صحيحة السنة. قال على الماء، الحوت بالمي، وطبيعة الحوت خمي يمشي بالصحراء بالمي. قال على الماء. قلت فالماء على أي شيء هو؟ هو أبان فقيه يمشي، والماء على أي شيء هو؟ قال على الصخرة. المي على صخرة، سهم الصخرة شكبر الله يعلم. هل أنتم تظنون أنه حوت حوت حقيقي؟ لا، عندما خلق الله عز وجل رسول الله صلى الله عليه وسلم تلك الدائرة الأولى قلت لكم عنها، من وسط الدائرة الأولى طلع الدائرة الثانية. طيب المشترك ما بين الدائرة الأولى والدائرة الثانية هو شكله مثل شكل العين، عين شكلها عين. طيب هذه العين هي شكلها إذا بس حطيت لها ذنب من هون بتصير حوت، وهي نفس شكل العين بتصير شو؟ بتصير باخرة كأنها زورق. العين شكلها شكل سفينة وبنفس الوقت شكلها شكل حوت. يعني عم نتحدث عن المعاني الملكوتية للأشياء. عندما نقول إنه الأرض موجودة على الحوت، طب انظر إلى عينك، ما في هنالك دائرة صغيرة موجودة على دائرة كبيرة. طيب وكل في فلك يسبحون، في هنالك سباحة، يعني السباحة بتكون على شو؟ على الماء. السباحة لا تكون في الفضاء فقط، لأن هنالك مادة تدعى الأثير موجودة وهي تحمل كل شيء. هلأ العلماء نفوا هذه المادة، بس ولكن العلم القديم والحكمة القديمة أكدت على هذه المادة. ليش نفوها العلماء تلك المادة؟ لأنهم لم يجدوا دليل مادي على وجودها، مع أنهم الآن يبحثون عنها. يعني في مختبرات كبيرة باليابان كلها مرايا، إذا بتشوفوا الصور كلها مرايا مرايا، وبيحطوا ماء وبيحاولوا يلاقوا عناصر تأتي من الشمس. طب المعنى الأول لحتى نحن نفهمه بعلم الحكمة، الأثير هو موجود بعلم الدوائر، الدوائر المقدسة، الأثير هو موجود، الذي مثله مين؟ جبرائيل عليه السلام. اكتب على الانترنت The Big Bang، يعني شو الانفجار العظيم، تأتيك صور. الصور شو بتجيك؟ تجيك انه نقطة وطالع منها هيك مثل شكل نصف عين، ونحن موجودين بقلك 14 مليار سنة من الوجود الأول لهلا، من هذه المسافة لهذه المسافة. طيب وعندما الله عز وجل قال إنه لموسعون، طيب إذا بده يوسع يعني بعدين بده يضيق، فبيصير تكاملها كلياته معين. يعني يتحدث الله عز وجل عن شيء وقتي كامل، وهون معناتها شو؟ هي على الحوت، شكلها شكل الحوت، الكون كلياته من أول وجوده لنهايته شكل حوت، بيبدأ من نقطة بينفصل بينفصل، نحن موجودين بوسط هاي النقطة بعدين شو؟ بينتهي على الآخر، مثل وجود البؤبؤ بقلب العين، نفس الشيء. هو لا يتحدث عن الأرض هلأ موجودة على حوت، يعني إذا نحن بعتنا ساتلايت، لا، يتحدث عن مكان كامل
الأرض ليست الكون. للأسف نحن نحصر نفسنا بمسافة صغيرة، نحن مخلوقات فضائية أيها الأحبة، نحن موجودون في الفضاء، نحن مخلوقات فضائية، نحن نخاف من المخلوقات الفضائية لأننا نخاف من المجهول، والمخلوقات الفضائية الموجودة برا كمان تخاف مننا لأن نحن كمان مجهولون بالنسبة لهم. خذوا الأمور بهذا المنظار ولا تأخذوه بمنظاركم أنتم. فعندما قال فهي على الحوت، والحوت على الماء، طيب الله عز وجل مثل لنا ذلك، مثل لنا ذلك العين، العين من برا شكلها بؤبؤ وكذا، وموجود في عين، العين شكلها مثل الحوت وجواته في قلبه ماء، يعني البؤبؤ موجود على ماء. يعني الله عز وجل أعطاكم الأشياء المادية لحتى نفهم المعاني الملكوتية.